عندي هلا البالانس ان بيزك ميديوم، البالانس ان بيزك ميديوم معطيني ال ام ان او 4 ماينس ام ان او 2 بي بي او بي بي، اي الاي اكبر؟ الام ان او 4 ماينس، مزبوط. فاذا عندي هيا ام ان او 4 ماينس ام ان شو او 2، وعندي بي بي او و بي بي. اوكي هلا اي اللي بالانس ان بيزك ميديوم، هلا هاي شو؟ هاي stronger oxidizing agent of greater E. هاي شو؟ stronger reducing agent smaller E، صح؟ فايزن صح. Advanced reaction will take place between the stronger oxidizing agent with the stronger reducing agent، مزبوط؟ فايزن مزبوط. The advanced reaction will take place between the stronger oxidizing agent اللي already حددناه MnO4 minus with the stronger reducing agent اللي هو شو؟ PB. شو الرياكشن بتصير؟ MnO4 minus plus PB gives what؟ MnO2 plus PbO. حدا عم يكتب؟ حدا عم يكتب؟ ايه بس هي شوية بس لصورها بس شوية. يلا حبيبي يلا خد وقتك بس تخلص. يلا مش الحال مش الحال. اوكي يا حبيبي هلا شو بيعمل؟ شو صار عندي؟ MnO2 MnO4 minus gives what MnO2 وعندي PB gives what PbO. نجي لهاي عندي 4O وهون 2O add شو 2H 2O عندي 4H شو بضيف هون plus 4H plus. اوكي هلا conservation of charge عندي minus 1 plus at the 4 plus x equal 0 x equal minus 3. شو صار عندي يا شباب وصبايا؟ شو بضيف هون plus 3 electrons صح. بيجي لتاني جهة ثاني شيء بي 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 عندي O plus H2O عندي 2H plus. هلا charge
conservation of charges 0 plus x equal plus 2. شو بحط هون؟ plus 2 electrons. اتفقنا يا جماعة؟ اتفقنا. هلا اللي عم يكتب يكتب مشان نكتبها مرة ثانية. طيب شو صار عندي أنا؟ عندي MnO4 minus plus شو 2 او 4H plus 4H plus plus 3 electrons gives MnO2 plus 2H2O وعندي PB plus 2 plus H2O gives what? PbO plus 2H plus plus 2 electrons. هلا بدنا نعمل equality of electrons. Multiply by شو? By 2 وهي multiply by 3. شو صار عندي أنا؟ صار عندي 2 أساس هذه basic medium؟ بعد بدي أعمل الأول شيء نطلع بعد أن نعمل basic؟ هلا بعد إيه basic؟ هلا بقول لك كيف basic plus 8H plus plus 6 electrons gives what? 2 MnO2 plus 4H2O. كمان شو عندي 3PB plus 3H2O gives 3PBO plus 6H plus plus 6 electrons. ماشي الحال؟ نعملها على طول كأنها أسد بالأول وآخر شيء في ستيب. اوكي شو صار عندي 6 electrons 6 electrons صار عندي 2 MnO4 minus plus 8H plus plus 3PB plus 3H2O نجمعهم ما بدي شيء 2 MnO2 plus 4H2O plus 3PbO plus 6H plus. ماشي الحال؟ شو بعمل هلا؟ ماشي الحال. عندي استاذ بس تركها شوي ما تشيلها ماشي؟ لا مش رح شيل، ليك انا عندي 8H plus و 6H plus، شو بيبقى عندي هون؟ 2H plus هون. عندي 3H2 H2 نزل البقايا 2 MnO4 minus plus plus 3PB gives what 2 MnO2 plus H2O plus 3PBO. هلا ليك basic medium شو عندي أنا basic medium على عدد ال H plus شو بضيف و H minus شو عندي أنا ليك شو عندي عندي 2 MnO4 minus plus 2H plus نحط تحت 2OH minus على عدد H plus شو بضيف OH minus 3PB gives what 2MnO2 plus H2O plus PbO plus شو 2OH minus مزبوط ولا لا مزبوطة ولكن مزبوطة
استاذ لا مش 3 بي مش 3 بي بي او ما بلا طيب ها شو عندي 2H2O 2H2O مع H2O شو بقى عندي هون H2O H2O plus 2MnO4 minus plus 3PB gives what 2MnO2 plus 3PbO plus 2OH minus minus صارت basic medium. شو حبيبي ماشي الحال؟ ايه ماشي الحال. لمين عنده اي سؤال؟ اللي عنده اي سؤال يسأل واللي بده يكتب يكتب. بس هون بنفس الشات مش محلينه الهاد. ايه حبيبي ليك ما الكويز هون التلاتة بالاسيدك ما بنحطش او اتش ماينس بالمرة. ولا ما هديك اسيد ليك، ليش اسمه اسيد؟ لأنه في اتش بس اتش 2 او. ماشي الحال؟ هيك بدنا نحل يوم التلاتة بس هيك. زي بس تفرق بالبيزك بس اخر الشيء بنزيد او اتش ماينس فاهمني بس حبيبي هي بس هسه ماشي الحال ايه سلم كثير ما بدنا شيء طيب في محه في محه بس لا لا بس شوي ثواني ثواني حبيبي يلا يلا عرف طيب إذا سمعت ما تقول لك إنه موجود خلاص الباقي اللي ما قلتش اسمه موجود نجي هلا لآخر واحدة شو هي؟ هاي C2H3O2 minus C2O2 عندي ماشي الحال اللي عندي إياها Cu2 plus Cu2O و C2H3O2 minus C2H4O مظبوط يا عيني؟ هيدا شو؟ Stronger Oxidizing agent of greater E هيدا stronger reducing agent of smaller E reaction بتكون بين مين ومين بين stronger شو كمان reducing مظبوط ولا لا شو صارت Cu2 plus plus C2H4O gives Cu2O plus C2H3O2 minus نعملها في equation Cu2 plus gives what Cu2O أول شيء عندي 2Cu شو بضرب أول شيء شو عندي هون هون 2 عندي O plus H2O عندي 2H plus plus 2H plus هلأ charge عندي plus 4 منين اجى plus 4 2 times plus 2 فهمنا ولا لا plus 0 plus x equal plus 2 x equal minus 2 شو صار عندي هون plus 2 electron ماشي الحال يا شباب وصبية ماشي الحال طيب ماشي الحال استاذ ماشي الحال تي 2 H 4 O gives what C 2 H 3 O 2 minus 2 C 2 C
O عندي 2O plus H2O. عندي عندي كم H؟ 6H. هون شو عندي؟ 3H. We need how 3H plus. صح؟ هلا تشارج؟ صح. تشارج شو صار عندي؟ 0 plus X equal minus 1 plus 3 X equal plus 3. وصار عندي هون plus 2 electrons. هلا بيجمعهم ليه؟ لأنه عندي the same number of electrons. مزبوط ولا لا؟ هون عندي 2 هون 2 ما في داعي نضرب بشيء. صار عندي 2 3U2 plus plus H2O H2O 2H2O. عرفنا من اجي 2H2O H2O H2O plus C2H4O gives what? Cu2O plus 5H plus. عرفنا ليش 5H plus؟ عرفنا؟ عشان 2H plus 3. ايوه. هلا شو بدنا ناخذ؟ ام بيزك بال هلا شو بدي اخذ؟ بيزك بيزك اد شو عندي 5H 5OH minus. شو بدي 4 plus 5OH minus 5H plus مع 5OH minus شو بيطلع عندي؟ 5H2O. مزبوط ولا لا؟ انها شو صار عندي هلا؟ الايكويشن صارت عندي على الشكل التالي، صارت 2Cu2 plus plus عندي 2H2O 5H2O بصير هون 3H2O. مزبوط ولا لا؟ مزبوطة؟ مزبوط مزبوط. plus 2OH minus plus C2H4O gives Cu2O plus 3H2O plus C2H3O2 minus. شباب وصبايا من عنده أي سؤال؟ سهلين سهلين. طيب هودي أخذنا هالنمط من الأسئلة. هلأ حضرت لكم أنا exercises ملفات تعليمية، أوكي؟ بعرف عاد لكم يون هلأ بعد شوي على هذا الدرس. كتبته في محه أنا خلاص كتبي أستاذ. هلا حبيبي محه يا أستاذ محه. طيب حصل لك هنا ده هو الكلام ده كيمستري ماشي. هلا هلا بس مش زين عندي بس بوينت ولكن شنو فهمنا الكلام ده؟ يوسف سكر الماي. عندي هول اكسرسايزز راح ابعث لك اياهم هلا. هو كيف بنشتغل ديليوشن ورياكشن بيناتهم وبريباريشن؟ طبعا مش مطلوبين منكم ليوم الكويز الثلاثه. بس شو يعني تيتريشن؟ مفهوم ولا لا؟ مش تيتريشن كرياكشن. فهمتوا ولا لا؟ فهمنا؟ بس الكويز الثلاثه باي دروس؟ بس مثل ما خلينا هونيك الاكسرسايز الماضيين. اه ماشي الحال؟ مثل هو مثل هو مثل اللي عملناهم هلا. هاي الفكره واحده بس بس فهمنا؟ ايه ماشي ماشي الحال؟ ماشي الحال. طيب هلا اللي نحن بدنا نشتغل فيه مثل هو مثل هيدا السؤال مثل هيدا السؤال راح ابعث لكم اليوم شباب وصبايا اللي ما بيعمل لهم داونلود -1
معلش انا عم بتعبوا بس بدي ابعث لكم اياهم. في التلاميذ ما بيعملوا داونلود اذا اول يوم ما عملت فيت ثاني يوم ما نشتغل. طيب خلينا مثلا لو افترضنا عندنا هيدا السؤال. هيدا السؤال عندك اي 2 كونسنتريشن، عندنا ديليوشن، عندنا رياكشن. اوكي بقلنا في عندنا رياكشن، هي شايفين معطيكم القيمه السؤال واضح. فاذا هون ليش انا في عندي كنت ركز بالاول، تذكروا قلت لكم الامتحان الماضي ما فينا نفصل السوليوشن عن الكونسنتريشن، فهمنا؟ لانه هذا السؤال هذا الدرس في ديليوشن في بريباريشن في كالكوليشن في اكسس وليميتنج كلهم موجودين بهذا الدرس. طيب في عندي فكرة بهذا الدرس اللي هي على الشكل التالي. افترضوا انا معطيكم يا جماعة، معطيك انا امان او 4 ماينس gives plus H2S gives MN 2 plus plus S. بيقول لك compare the potential of each redox of the redox couples involved in this reaction. هيدا السؤال ممكن اطرحه عليكم، ماشي الحال؟ طلع الايه يعني؟ لك شو بيعمل؟ ولا اسهل من هيك. ام ان بيعملوا هاف ايكويشن، شو صارت؟ ام ان 2 بلس، صح؟ وشو عندي كمان؟ اتش 2 اس، شو صارت؟ الاس اس بيعملها، عندي 4 او بلس 4 اتش 2 او، عندي 8 اتش بلس. هلا تشارج عندي ماينس 1 بلس 8 بلس اكس ايكوال بلس 2. اكس ايكوال شو؟ ماينس 5. شو صار عندي هون؟ ماينس بلس 5. هيدي شو هون؟ هاف ايكويشن اوف ريدكشن، صح؟ هاي عندي اس اس هون بلس 2H plus charge 0 plus X equal plus 2. X equal شو؟ plus 2. هاي دي plus 2. هاي دي half equation of oxidation. فإذن شو صار عندي أنا بالredox couple اللي عندي هون أنا هون؟ شو هن الredox couple اللي صار عندي؟ شو هني؟ عندي MN O4 plus MN2 plus، وشو كمان عندي؟ H2S. عندي S H2S مع S H2S. ليه؟ لأنه ليك هاي على أكس. مين عمل مين اللي عنده اي اكبر هون؟ لا اسمع شنو اكبر هون؟ الى الان او 4 ماينس جريتر ذان اي هاي. ليه؟ مش الامن او 4 ماينس صار فيها ريدكشن؟ صح ولا لا؟ بلى مش الامن او 4 ماينس هي صار فيها ريدكشن؟ والريدكشن مش عنده جريتر اي؟ فإذا هاي ام ان او 4 ماينس هاي اتش 2 اس، صارت الرياكشن هيك.
هاي اس هاي ام ان 2 بلس. طبعا هيدا هيدي الفكره باول ببارت واحد مش هتستعملوها، اكيد رح نعملها بكذا بارت ان شاء الله الاسبوع الجاي، واكيد هيدي مش مثل رح يجي بالامتحان يعني. ماشي الحال؟ ماشي. فهمتوا الفكره ولا لا؟ فهمانة. مين مش فهمانة؟ معلش ما حد يستحي. فهمت يا استاذ. مين عال؟ مين مش فهمانة في يقول. تمام تمام لا تمام. قال بكون له الاي اكثر. ايه. اوكي. راح عيدها على السريع. ليه؟ رعيد انا عندي هاي ام ان او 4 ماينس، انا معطيك هاي الايكويشن ماشي الحال، معطيك اني هاي الايكويشن ام ان او 4 ماينس اتش 2 اس معطيك هاي. طبعا شو بعمل؟ بقسمها اي اللي كومبير ذا بوتنشال لكل وحده، الاي لهاي والاي لهاي، صح ولا لا؟ اول شيء بقسمها، جيب هاي مع مين؟ مع الاس، مع ال سوري مع هاي، مش هاي والاش تو اس شو عطتني؟ عطتني اس. بعملهم هاف ايكويشن وبحدد اي منهم في اوكسيديشن واي منهم شو في ريدكشن، مزبوط ولا لا؟ مش الاي اللي فيها ريدكشن جريتر ذان الاي اللي فيها اوكسيديشن، مزبوط ولا لا؟ مزبوط. فاذا ليكم حدد وين عندي ريدكشن، الام ان او 4 ماينس في ريدكشن، بعمل اكس هي بحطها فوق، مع مين عملت؟ مع الاتش 2 اس، ساعتها شو بعمل؟ جاما. اوكي لك شو بعمل هيها، ها بعمل هيك، لاحظ اول شيء بدي بالام ان او 4 ماينس بعدين بحط جاما، مع مين عملت الام ان او 4 ماينس؟ مع مين؟ مع H2S. H2S عطتني S، هاتتني MN2+. شباب وصبايا معلش هيدا شوي بده عودة تركيز باثنين ثلاثة exercises، معنا وقتنا إن شاء الله الأسبوع الجاي من نشتغل فيه. اتفقنا؟ اتفقنا؟ اتفقنا.